السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم حلقه جديده من EGN. واول مجموعه اخبار هنتكلم عنها النهارده تخص شركه يوبيسوفت. الفتره اللي فاتت عملوا اجتماع للمستثمرين، اعلنوا فيها عن بعض التفاصيل المهمه جدا بالنسبه للالعاب اللي جايه منهم، وممكن نقول يعني اخذنا نظره بسيطه على السياسات بتاعتهم بالنسبه للالعاب اللي جايه. اول حاجه كده بالنسبه للالعاب اللي ممكن تنزل من اول نص السنه الحاليه لحد مارس 2019، المفروض ان حسب كلامهم في اربع العاب هينزلوا في خلال الفتره دي. احنا لو حسبناها من اول نص السنه لحد مارس 2019، احنا ما عندناش اي معلومه غير عن لعبتين اللي هما ذا كرو الجزء الثاني، وبعد كده عندنا اللعبه اللي اسمها سكال اند بونز. فكده ما بقى لناش غير لعبتين غير معلن عنهم، وممكن يكونوا مثلا واتش دوغ 3 مثلا او ذا ديفيجن 2. في احتمالات كتيرة جدا ممكن نسمع عنها بالنسبة لألعاب جديدة من يوبيسوفت في خلال الفترة اللي جاية، لو شفنا ايه الألعاب اللي ممكن ينزل لها أجزاء جديدة. ولكن الكلام اللي بقى المهم جدا بالنسبة الألعاب اللي جاية من يوبيسوفت هيبقى نظامها ايه، هم أعلنوا بكل صراحة كده إن نسبة الألعاب اللي هم هينزلوها في الفترة اللي جاية هتقل. يوبيسوفت مش هيركزوا على إن هم ينزلوا ألعاب كتيرة جدا في نفس السنة زي ما كان بيحصل في الفترة اللي فاتت، هم عاوزين الألعاب تكون عددها قليل بس يركزوا من خلالها على حاجة واحدة، انها تكون العاب كخدمات اللي احنا بنتكلم عنه في الفترة اللي فاتت، ان الالعاب دي ممكن تقدم لها محتويات اكتر مع الوقت، تطور مثلا من الجانب الاونلاين بتاعها او نظام خدمات للعبة اونلاين زي ما احنا بنشوف مع فور اونر او ريمبو سكس سيج. ده كان واحد. اتنين بقى بالنسبة لموضوع المايكرو ترانزاكشنز، وهم اتكلموا عنه، قالوا مستقبل موضوع اللوت بوكسز بالتحديد في الالعاب بتاعتهم او وجود المايكرو ترانزاكشنز ممكن يفضل موجود زي ما هو، بس هم عاوزين يقدموا اختيارات اكتر للشخص اللي بيلعب تكون في وجهة نظر عادلة شوية، يعني ما يكونش مجبر على انه هو يدفع فلوس في المايكرو ترانزاكشنز دي، وهم عاوزينها تكون اختيار في الاول والاخر للشخص اللي بيلعب. اوكي الكلام ده كويس وحلو، بس ممكن يطبق بحالتين يوبيسوفت هم عاملينها. عندنا لعبة زي ريمبو سكس سيج، انا شايف ان المايكرو ترانزاكشنز بتاعتها رغم ان انا عندي بعض التعليقات الصغيرة عليها بس مش بالشكل الفج اللي احنا بنشوف العاب تانية. عندنا لعبة زي فور اونر، المايكرو ترانزاكشنز بتاعتها مؤثرة على بعض الجيم مودز الموجودة من خلال اللعبة، فانهي نظام بقى يوبيسوفت عاوزين يطبقوه ده السؤال، واعتقد مع الوقت هنلاقي الاجابة. بعد كده اتكلموا عن لعبة اساسنز كريد اوريجينز، وبالنسبة لهم اللعبة حققت نجاح بنسبة كبيرة جدا لدرجة ان في الوقت الحالي اللعبة قربت توصل لضعف المبيعات اللي حققتها لعبة اساسنز كريد سيندكيت. فيلا بقى خليكم حلوين وشيلوا الدي ار ام من على اللعبة عشان نسخة البي سي مضروبة بالنار. لكن هم اكدوا ان اللعبة هيكون ليها اضافات اكتر في المستقبل، وفي اضافات ممكن تكون اكتر من المخطط ليها بالنسبة للفترة اللي فاتت من خلال السيزون باس او الاضافات المجانية، لكن ما حددوش الاضافات دي هتكون حالتها ايه، هل هي مدفوعة برضو ولا هتكون مجانية. وعموما ايا كان اللي هينزلوا اللعبة في المستقبل ما يكونش زي نظام الاضافة اللي نزلت الفترة اللي فاتت. الخبر بعد كده بقى بعيدا بقى تماما عن يوبيسوفت، بس ليه علاقة بحاجة احنا اتكلمنا عنها من شويه، وهو موضوع اللوت بوكسز. الفتره اللي فاتت بدا يحصل تطور شويه للموضوع ده من خلال القوانين اللي في ناس بتحاول انها تعملها عشان تحاول انها تنظم شويه موضوع المايكرو ترانزاكشنز. وكنا اتكلمنا في اخر السنه اللي فاتت ان ولايه هاواي بدا ان هم يتحركوا ناحيه الموضوع ده، والتحرك بتاعهم بدا يظهر في الفتره اللي فاتت ان هم قدموا اربع مشاريع لاربع قوانين بينظموا موضوع اللوت بوكسز بالتحديد، بحيث ان الالعاب اللي بيكون فيها الجانب ده مفروض انها متتباعش الاقل من 21 سنة. يعني من الاخر المنظمات بتاعت التقييمات العمرية مفروض انها تبتدي تحط زي علامة كده على اللعبة، زي ما بتحط مثلا M for mature مثلا او حاجة زي كده او plus 17، مفروض ان يكون عليها حاجة اللي تخص ان اللعبة دي فيها جامبلينج، فيها حاجة ليها علاقة بقمار. وبالفعل في تقييم عمري لحاجة زي كده وتقريبا ما بيستخدمش. فالقوانين اللي هم قدموا المشاريع بتاعتها في الوقت الحالي مفروض انها بتشجع بقى على ان حاجة زي كده تتعمل، واي لعبة يكون فيها loot boxes او اي حاجة ممكن تطلع للناس بشكل عشوائي وتشجعهم على ان هم يدفعوا فيها فلوس زيادة. لكن تعرفوا مين اللي كان ليه تعليق على اللوت بوكسز وتعليق ممكن يعجبكم؟ سي دي بروجكت في الفتره اللي فاتت مدير الشركه اللي هو مارشن اناوسكي، موقع بي سي جيمر كان عامل مقابله معاه وعلق على الموضوع ان في الفتره اللي فاتت اللي حصل ده بالفعل كان هجوم
بشكل كبير جدا من الناس اللي بتحب فيديو جيمز على السياسات المادية دي، ودي حاجة فوق نظره ما ينفعش ان يتقلل من اهميتها. وقال ان هما بالنسبة لهم في CD Projekt لو اي حد بيعمل لعبة تمنها $60 المفروض ان كل المحتوى اللي انت مخطط ان هو يكون موجود في اللعبة يكون موجود للشخص اللي بيلعب بدون اي قيود، كل حاجة تكون متاحة ليه مدام هو هيدفع تمن كامل مقابل اللعبة. لكن بالنسبة للعبة تانية زي مثلا جوينت اللي هم قدموها في الفترة اللي فاتت، هم قالين ان هم برضو عايزين يدوا الاختيار للشخص اللي بيلعب. دي لعبة مجانية في الاول والاخر، لازم يكون من خلالها مكسب، لكن مكسب طبعا مش هيحطوه زي السكين على رقبة الناس، وهيخلوهم يختاروا برضو ان هم يدفعوا مثلا فلوس او ان هم يقدروا يلعبوا بعدد ساعات طبيعي وياخدوا اللي هم عاوزينه من اللعبة كأنها لعبة عادية. بعد كده في خبر كان غريب جدا في الفترة اللي فاتت، وبصراحة رغم من غرابته انا فرحت شوية بالخبر ده. شركة THQ لو اي حد ما يعرفش في سنة 2012 فلسوا ورجعوا تاني السنة اللي فاتت تحت اسم جديد، يعني مش جديد قوي، وهو THQ Nordic. وفي الفترة اللي فاتت بدأوا ان هم يعملوا العاب جديدة، بالاضافة ان هم ياخدوا حقوق انتاج العاب تانية ويعملوا استوديات جديدة. ممكن نقول ان THQ في الفترة اللي فاتت خلاص رجع لهم كل الالعاب بتاعتهم قبل ما يفلسوا، لان هم اشتروا شركة اسمها كوخ ميديا او كاش ميديا حسب بقى اللغة اللي يتنطق بيها اسم الشركة، والمفروض ان الشركة دي مالكة لحقوق العاب كتيرة جدا منها سلسلة مترو سينترو، وتحت ايد الشركة دي استوديوهات تانية كانت بتعمل العاب برضو THQ، والصفقة دي كان تمنها $121 مليون. انا شخصيا لحد دلوقتي مش فاهم ازاي THQ قدر ان هما يكون عندهم المبلغ ده ويقدروا ان هما يشتروا شركة تانية. بس ايا كان انا سعيد جدا برجوع الشركة دي، وخصوصا انهم في الفترة اللي فاتت بدأوا يقولوا ان سياساتهم هتكون الى حد ما عادلة شوية ناحية الشخص اللي بيشتري اللعبة، وقالوا انهم مش هفرضوا DRM على الالعاب بتاعتهم اللي جاية بسبب ان حاجة زي كده ممكن تتسبب في مشاكل للشخص اللي بيشتري اللعبة قبل الشخص اللي هو هيستخدمها بكراك. يا رب في ناس صحابنا كده يفهموا. وفي الفترة اللي فاتت في بروفايل ظهر لواحد المفروض ان هو كان شغال في ستوديو دايس وكان مصمم للاسلحة اللي المفروض انها بتتحط في الالعاب بتاعتهم، وخصوصا ان هو كان ليه شغل على لعبة باتلفيلد 1. بقى هو حاليا مش شغال في دايس، بس ظهر على البروفايل بتاعه الموقع ارت ستيشن زي رسومات او 3D مودلز لأسلحة، اسلحة تعتبر من الحرب العالمية التانية مش من الحرب العالمية الاولى. حاجة زي كده خلت ناس كتير جدا في الفترة اللي فاتت تخمن ان ممكن الجزء اللي جاي من اللعبة يكون في الحرب العالمية التانية، وفي اشاعات في الفترة اللي فاتت برضو بتقول ان اللعبة من المحتمل انها تكون في الحرب العالمية التانية. فطبعا احنا عارفين ان اللعبة هتنزل السنة دي، وممكن نصبر شوية ونعرف اللعبة هتنزل في اني فترة بالتحديد. بعد كده استوديو ريميدي اللي قدم لنا اول جزئين من ماكس بين والان ويك وكوانتوم بريك المفروض ان هم في الوقت الحالي بيعملوا لعبة جديدة، الاسم بتاع المشروع بتاعها P7 Project 7. الاسم التجاري بتاع اللعبة لحد دلوقتي مش معلن عنه، بس هم اكدوا بنسبة كبيرة ان اللعبة هتكون موجودة في 2019، هم مستهدفين السنة دي بالتحديد عشان ينزلوا لعبتهم فيها. وفي الوقت الحالي هم اكدوا على ان في مشروع جديد ابتدوا ان هم يشتغلوا عليه، وعلى حسب كلامهم هم المفروض هيعلنوا عن تفاصيل اكتر عن الالعاب دي في خلال الفترة اللي جاية. وبالمناسبة الالعاب دي تقريبا مش هتكون حصرية لاي منصة تماما، الالعاب دي تقريبا هتنزل لكل الاجهزة وهتكون من نشر شركة اسمها 505 جيمز. في الفترة اللي فاتت كان في مقابلة مع مخرج لعبة فاينل فانتسي 15 اللي هو هاجيما تاباتا، واتكلم عن حاجة معينة هو في وجهة نظره ممكن تحصل في المستقبل، وهي ان الكونسولز الجديدة بلاي ستيشن 5 والاكس بوكس الجديد ايا كان هيكون اسمه، المفروض ان هما الاثنين هيشتغلوا بنظام كلاود سيرفيس، ان هيكون في زي سيرفرات الاجهزة دي متصلة بيها، السيرفرات دي بتساعد الاجهزة دي على انها تقدم الالعاب بتاعتها سواء من ناحية الجرافيكس او من بعض الجوانب اللي بتقدم اللعبة من ناحية التصميم. دي حاجة احنا اتكلمنا عنها كتير جدا في الفترة اللي فاتت، حاجة احنا سمعنا عنها من بداية الجيل ده خصوصا مع الاكس بوكس 1، لكن احنا ما شفناش اي تطبيق الا من خلال خدمة واحدة بس وهي بلاي ستيشن ناو اللي بتوفر الالعاب بتاعت بلاي ستيشن على اي جهاز انت ممكن تلعب عليه بس بستريمينج، ودي حاجة محتاجة سرعة انترنت عالية ده واحد، وسرعة الانترنت العالية اعتقد يعني مش حتى هتكلم عن مصر بس في جميع انحاء العالم مش متوفره بنسبه كبيره انك انت يكون عندك سرعه عاليه ومستقره، لان اي تقلبات ممكن تحصل في السرعه بتاعتك ولو حتى مش هتحس بيها، لاج سبايك سريعه جدا في جزء من الثانيه ممكن تاثر على اللعبه وممكن تاثر بنسبه كبيره جدا على انها ممكن ما تقدملكش الفيزكس بتاعت اللعبه مثلا حاجه زي كده. فدي حاجه هو في وجهه نظره انها ممكن تحصل، بس لو حصلت يعني لو هنتكلم بقى علينا احنا هنا في مصر
ربنا يستر. استوديو هانجر 13 اللي عمل لنا لعبة مافيا 3 مفروض في الوقت الحالي بيتعرضوا لمشكلة إلى حد ما، من ناحية ان هم عملوا إقالة لعدد كبير جدا من الموظفين اللي كانوا شغالين في الاستوديو، ومفروض ان هم بيقولوا دي حاجة ممكن تعتبر زي إعادة تأهيل الاستوديو والكلام ده، وطبعا ممكن حاجة زي كده تكون جاية من خلال الانتقادات اللي توجهت للعبة زي مافيا 3، رغم ان اللعبة بسبب بري أوردرز بس حققت مبيعات ممكن تكون كويسة. بس في الوقت الحالي احنا سمعنا ان المفروض ان في توظيف لموظفين جداد، وفي منهم ناس كانوا شغالين على لعبة زي هورايزن زيرو دون، وبعد كده استوديو ديك 13 اللي عمل لعبة ذا سيرج هم في الفترة اللي فاتت اعلنوا عن ذا سيرج 2 وقالوا ايه هي طموحاتهم بالنسبة للعبة الجديدة. هم بيقولوا ان هم عاوزين يقدموا مراحل متصممة بشكل اوسع، وهيعملوا زي الكاركتر كرييشن موجود في اللعبة في الاول، ده واحد. اتنين، قالوا ان هم عاوزين يخلوا اللعبة اصعب. دي حاجة انا شخصيا اول ما شفتها استغربت وقلت يعني اللعبة عاوزينها تبقى اصعب؟ انتوا ممكن تكونوا فعلا عملتوا لعبة تكون صعبة اللي هي The Surge 1، بس الصعوبة بتاعتها كانت متصممة بشكل الصراحة مش حلو خالص، وهما كانوا فاهمين مسألة الصعوبة الموجودة في الألعاب اللي هي Souls Games بشكل مغلوط، انك انت لازم عشان تعمل لعبة صعبة تحشر اي مثلا عدد من المابس او الانيميز موجودين في ليفل ديزاين صغير جدا، وعاقب اللي بيلعب مش يكون في زي استراتيجي شوية وتحاول انك انت تفهم الليفل ديزاين ماشي ازاي. اتمنى ان هما يكونوا مدركين النقطة دي وهما بيعملوا The Surge 2، لان دي كانت غلطة كبيرة في اللعبة الاولانية. اخر حاجه هنتكلم عنها في الحلقه دي هي بخصوص لعبه ذا ايفل وزان 2. لو اي حد كان بيلعب اللعبه على بي سي يفتكر ان بعد لما اللعبه نزلت في ناس اكتشفت كود كان ممكن يتكتب في الكونسول كوماند بتاع اللعبه بيخليها تشتغل فيرست بيرسون، وكان فعال الى حد ما لحد ما بيسازدا نزلت بشكل رسمي ابديت لكل الاجهزه مش للبي سي بس، يخلي اي حد ممكن يلعب اللعبه دي First person وتكون عاملة زي Resident Evil 7 شوية من ناحية المنظور بتاعها بالشكل ده. عموما دي كانت كل الأخبار تخص الحلقة دي، وكالعادة لو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر هتلاقوا اللينكس كلها موجودة في الديسكريبشن. وأبديت سريع بالنسبة للفيديوهات اللي جاية، أنا شفت طلبات منكم كتيرة جدا بالنسبة أن أنا أعمل ريفيو للعبة زي Kingdom Come Deliverance، وأنا شخصيا ناوي أن أنا ألعبها وهلعبها على بي سي، بس أنا طبعا ما جاتليش اللعبة، وهاخد الملفات بتاعتها من صديق ليا في خلال الأسبوع ده يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله هبتدي ألعبها، لأن كوتة الإنترنت عندي ممكن تكون واقعة شوية، وهشير اللعبة معاه وابتدي ألعبها وإن شاء الله هقدم لكم الريفيو بتاعها قريب. فدي إن شاء الله حاجة أنا مخطط لها ما تقلقوش ومش هلغيها. ده واحد. اتنين، بالنسبة بقى للفيديوهات انا المفروض ان انا كنت وعدتكم ان انا ابتدي اقدمها من اول الشهر ده، بس احنا في نص الشهر النهاردة 17 اهو ولسه ما قدمتش الفيديوهات دي، وهي فيديوهات بتاعت الاسئلة والاجوبة. ان شاء الله هيكون في فيديو ممكن بكرة او بعد بكرة هوضح لكم فيه انا عاوز انظم الموضوع ده ازاي، وتسألوني الاسئلة بتاعتكم فين بالظبط. بعد كده لينا رجوع مع الريفيوز بتاعت الهاردوير، مفروض في خلال الفترة اللي جاية هعمل لكم ريفيو للماذر بورد دي اللي هي جيمينج الترا من جيجا بايت، في ماذر بورد تاني اللي هي جيمينج 3، هيكون في يعني زي مقارنه ما بينهم هما الاثنين عشان الاثنين يعتبروا نفس الماذر بورد بس مميزات مختلفه وكده. فالناس اللي مهتمه بالهاردوير يستنوا بقى الفيديو ده ان شاء الله هقدمه لكم في خلال ممكن بعد اسبوع اللي جاي مثلا او حاجه زي كده. فعموما اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.